Peace is at the heart of all our work at United Nations. في 21 من سبتمبر كل عام تحتفي شعوب العالم باليوم الدولي للسلام، لكن ميليشيات الحوثي غردت خارج السرب وجعلت منه مناسبة للاحتفاء بالحرب التي أشعلتها في عموم محافظات الجمهورية والانقلاب على الدولة. 21 من سبتمبر عام 2014 وقعت ميليشيات الحوثي على ما عرف باتفاق السلم والشراكة بمصادقة رئيس الجمهورية والبرلمان وممثلي الأطراف السياسية وبرعاية أممية لإنهاء سيطرتها على المؤسسات الحكومية والأمنية الواقعة في العاصمة صرعاء، على خلفية المظاهرات التي خططت لها وفي ظاهرها إسقاط الجرعة، أما في الباطن فهدفت إلى إسقاط النظام الجمهوري. المتتبع لمجريات الأحداث يجد بأن اتفاق السلم حولته ميليشيات الحوثي إلى حرب والشراكة إلى استبداد بقوة السلاح لتوسع من دائرة المعارك ونفوذها على محافظات أخرى كإب والحديدة والبيضاء، وعندها أصبحت حكومة الكفاءات التي تم تشكيلها بموجب اتفاق السلم والشراكة برئاسة خالد بحاح مجرد صورية من خلال إحكام ميليشيات الحوثي قبضتها على العاصمة صنعاء والهجوم على دار الرئاسة. تلك التطورات دفعت رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية على التوالي إلى تقديم الاستقالة في 22 من يناير، وهو ما لم تعره الميليشيات الحوثية أي اهتمام، ومضت في مخطط إسقاط ما تبقى من المؤسسات الدستورية في البلد بما أسمته الإعلان الدستوري في 6 من فبراير، حيث قضى بحل البرلمان وتمكين ما أسمتها الجماعة اللجنة الثورية من قيادة البلاد ضمن تصرف أحادي الجانب قوبل برفض محلي ودولي. أسبوعان على ذلك وخرج عبد ربه من مدينة عدن معلنا نفسه رئيسا من جديد وعدن عاصمة مؤقتة، لكن الحوثيين قرروا اجتياح ثغر اليمن الباسم، الأمر الذي أدخل البلد في أتون حرب أكملت 6 سنوات وفي أبرز مظاهرها الأزمة الإنسانية الأسوأ وأكبر تفشي للكوليرا في العالم وأمراض أخرى تنهش في أجساد اليمنيين النحيلة، وملايين اليمنيين مذبذبين بين مخيمات النزوح ولا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم المقبلة، وانقطاع المرتبات لأكثر من 4 سنوات وانهيار كبير للعملة الوطنية. ورغم المآسي التي جلبتها نكبة 21 من سبتمبر لم تشعر ميليشيات الحوثي بالخجل، بل تحتفي بهذا التاريخ المشؤوم. لكن قد يقول قائل كيف لا تحتفي بهذا اليوم وقد تسلطت من خلاله على رقاب اليمنيين ونهبت ثرواتهم ومقدراتهم بدعوى مواصلة الحرب، حرب يدفع فاتورتها اليمنيون من دمائهم وأموالهم، والمستفيد الوحيد فيها الحوثيون بدرجة رئيسة وتجار الحروب لا سواهم.